كيم. واحنا لسه هنعطيها رخ. عطيها كمان يا رخ. يلا اخلص يا بنت التوهية، مش عايز اسمع حس. ايه يا كيم، انت جاي تتهجم علينا؟ لا يا اما، انا جاي اخد مراتي. تاخد مراتك بالغصب؟ انتوا اللي خدتوها مني بالغصب. لكن خلاص يا حبيبة قلبي، اللي كان مفرقنا عن بعض غرف داهية. يبقى تيجي ونتكلم يا كيمو، مش تكسر علينا الباب. حبيبة قلبي، انت اتخدتي مني قبل كده بالدراع، فما تلومنيش لما ارجعك انا كمان بالدراع. وانا مش هاجي معاك غصب يا كيمو. بقولك ايه يا بيت، انت دلوقتي مراتي، يعني الكلمة اللي اقولها هتتنفذ. خدي تعالي هنا يا بيت. حسن ايدك حرام. اول كيمو هتاخدها ازاي يا ابني بس، وايه على ذمة راجل تاني؟ ماليش فيه. طب اصبر علينا شوية، لما تتطلق وبعد كده يا ابني بقى اتجوزها، هتفضح نفسك وتفضحها قدام الناس، دي هتبقى أم عيالك ومراتك. والكلام ده هيتنفذ امتى؟ ما هي دي حاجة يا ابني محتاجة شوية وقت. هما يومين اتنين مفيش غيرهم. ما هو يا ابني الموضوع ما يجيش قفش كده، لازم يجي بالمسايسة عشان جوزها يوافق ويطلقها. خلاص يا ام، دليني انت على طريق التمرجي بتاعكم وانا هحل معاه. يبقى انت كده عايز تعقدها. مفيش راجل بيطلق غصب عنه. لا في يا ام، بس خلاص انا عرفت الطريقة والسكة من بابلو اللي كنتوا بتتحاموا فيه. وهو غرف داهية، فمحدش هيحوشني عن حقي. هما يومين اتنين مفيش غيرهم، يا التمرجي بتاعكم يطلقها يا تنصبوا له الصوان وتترحموا عليه. امين. يلا بينا. بمايل يا رب. انت كريم الشهير بيه؟ انا العايق كيمو العايق يا باشا. لا واضح، تسلم. تعرف تطلع؟ على فين؟ على البوكس. لا ما بعرفش. علموه. يا باشا ما عملتش حاجة، أقسم بالله ده ظلم. ماشي يا توحة عملتيها، أقسم بالله دول طلعوه. خاطفين مراتي يا باشا. يلا يلا. يا باشا والله العظيم ظلم. يا باشا ما عملتش حاجة، دول خاطفين مراتي. طب اسمعني، طب أنا ماشي دغري أقسم بالله. ماشي يا توحة. بالسلامة